سؤالي هنا سيد محمد، يعني هل هناك اتفاق على السيد نوري أبو سهمين من قبل تيار معين أو السيد سيد الشريف الوافي من قبل تيار معين؟ يتساءل المواطن على من يحسب السيد نوري أبو سهمين وعلى من يحسب السيد الشريف الوافي الآن. نحن نعلم أن هناك كتلتين سواء كان التحالف أو العدالة والبناء تمثلان العدد الأكبر في المؤتمر، فعلى من يحسب الأول والثاني؟ لا تقل لي ليس لدي. لا 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 لا، الواضح جدا يعني ولا يحتاج حتى من عضو من المؤتمر الوطني يقول لك هذه الحقيقة. العدالة والبناء، كتلة العدالة والبناء أو حزب العدالة والبناء، بالإضافة إلى أكثر من ثلثين كتلة الوفاة للشهداء ذهبت مع السيد نوري بسهمين. أيضا أضف يعني بعض الأعضاء المستقلين الآخرين، كتلة التحالف القوى الوطنية بالإضافة إلى كتلة الرأي المستقل دعمت السيد شريف الوافي أيضا بالإضافة إلى 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 عدد من المستقلين الآخرين. في البداية في بداية الجولة عندما كان المرشحين 10 ذهبت أصوات هنا وهناك، يعني تعرف أن سيد فوزي العقاب تحصل على حوالي 17 صوت. نعم. سيد موسى فرج حوالي 10 أصوات أيضا، يعني الآخرين ربما يكونوا أقل قليلا، سيد جمع السائح وسيد محمد معزب وسيد صفوان، وهؤلاء الحقيقة يعني كانت أصواتهم قليلة، ربما يعني بعضهم ترشح في اللحظات الأخيرة وما إلى ذلك، ولكن هكذا صارت الأمور. السيد نوري أبو سهمين دعمته العدالة والبناء والوفاء للشهداء، السيد شريف الوافي دعمه تحالف القوى الوطنية بالإضافة إلى كتلة الرأي المستقل. نعم. هل يمكن أن يقال أو نوضح أكثر بأن السيد نوري أبو سهمين يحسب على التيار الأخوان حكم العدالة والبناء؟ طبعاً إذا كانك صنفت حزب العدالة والبناء حزب الأخوان هو نعم. يعني هو يحسب أنه دعمه هذا التيار. طيب نعم. إذا هل يحسب بأنه لديه ميول يعني حتى وإن كانت أخوانية؟ والله الحقيقة أنا الرجل يعني لا أستطيع أن أحكم عليه إلا من خلال سلوكي. أنا ما رأيته من الرجل إنه مقرر مؤتمر مجتهد جدا يعمل بجد ومثابرة، ولكن بالنسبة إلى توجهاته الإيديولوجية لا أستطيع أن أجزم بها.